فكرة أكبر كوفية عرفاتية فلسطينية انطلقت من مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل قسم الأنشطة الطلابية أو النشاطات الطلابية. طبعا تم تجميعها بأيدي طلابنا، طلاب مديرية التربية والتعليم، تحديدا ذكور الشهيد ياسر عرفات الثانوية. عملنا بنية تحتية لنعرض الكوفية اللي هي أكبر كوفية، بداية بقاعدة خشبية تثبت عليها. بلشنا أول حاجة بتثبيت الإطار، إطار الحطة اللي زي ما أنتم شايفين هلأ هي بشكل كوفية واحدة، هم فعلا تقريبا 2000 متر مربع كوفيات، أخذنا 2000 متر مربع لنجمع 1000 كوفية واحدة بمساحة 1400 متر مربع. هي خطوة نحو الكوفية الأكبر في العالم، هي خطوة نحو أن ندخل موسوعة جينيس بكوفية بمساحة 5000 متر مربع. الآن في مدرسة الشهيد ياسر عرفات صاحب الكوفية، الكوفية التي وضعها ياسر عرفات على رأسه وعلى صدره عشرات السنوات. تأبئة الطالب بهذا البعد وبهذه الثقافة وبالبعد الوطني وبالبعد التاريخي لقضيتنا الفلسطينية ينال منا اهتمام كبير، ولا شك أننا بحاجة في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، لا شك أننا بحاجة إلى تعبئة نضالية، تعبئة وطنية ذات طابع جمعي. اليوم رح يتم إطلاق 1400 متر مربع، تعتبر انطلاقة لأكبر كوفية عرفات الفلسطينية، بداية من 1400 متر مربع وصولا إلى 5000 متر مربع للدخول فيها في موسوعة جينيس الأرقام القياسية اللي رح تطلق يوم 17/11/2019 اللي 5000 متر مربع في استاد دورة الدولي. رح يكون العرض مختلف، رح يكون تجمع فقط 4 قطع ل 5000 متر مربع، 4 قطع بيعملوا 5000 متر مربع، وراح يكون تجميعها أو فردها في لحظة افتتاح الفعالية في استاد دورة الدولي.